حسب الصدمه. انا باقي مصدوم لحد الان، ما عارفش راسي واش نتيق هذا الشيء ولا ما نتيقوش، ولكن كنشوف هاد الناس كلهم مجتمعين وكنشوف الناس كلهم الحب ديالهم للوالد ديالي، راه القلب ديالي كيعمر يعني من هذا الانسان هذا. كان عنده القبول كامل، وكان عنده هذا انسان كيعمل الخير، وانسان يعني كيعمل لاجل الشباب واجل الوطن ديالو. كان عنده حب الرايه المغربيه، وكان كيساهم ولا بواحد الوسيله قليله اللي هي الرياضه في التنميه ديال البلاد، مساعده الشباب باش يزيدوا للقدام. والحمد لله على كل حال، الحمد لله.